معركة فارنا. تنازل السلطان مراد الثاني عن العرش لولده محمد الفاتح، وراح السلطان مراد إلى العبادة. بعد سلسلة معارك ضارية خاضها مع أوروبا طوال حياته، ولم يتنازل السلطان مراد عن كرسي الحكم إلى ولده محمد الثاني، وكان عمر السلطان الجديد لم يتجاوز 14، لم يتنازل السلطان مراد إلا بعد عقد اتفاقية صلح مع دولة المجر مدتها 10 سنوات. ووقع السلطان مراد الهدنة مع ملك المجر الذي حلف على الإنجيل عدم مخالفته شروط هذا الصلح ما دام على قيد الحياة، وهذا اليمين لملك المجر. كان من ضمن اتفاقية الصلح تسليم عدد من البلدان إلى الأوروبيين من قبل العثمانيين. وبعد أن التزم السلطان مراد في بنود الاتفاقية وراح إلى العبادة وأعطى العرش لولده الصغير، اعتقد الغرب أن الفرصة سانحة للقيام بحملة صليبية كبرى على العثمانيين وطردهم من كل مناطق البلقان. وكعادتهم نقضت أوروبا العهد، وبتشجيع مباشر من البابا آنذاك حنث ملك المجر بيمينه الذي أقسمه على الكتاب المقدس، وزيادة على حنثه لليمين وليثبت أن الغدر من طبائعهم الأصيلة قام بالإعداد لحملة صليبية كبرى سرا. وحتى تنطلي خطة غدره على الدولة العثمانية لم يعلن ملك المجر إلغاء اتفاقية السلام التي عقدها مع السلطان مراد. وبعد أن اجتمعت الجيوش الصليبية ساروا قاصدين مدينة فارنا الواقعة على ساحل البحر الأسود في بلغاريا، وكانوا في طريقهم يذبحون المسلمين الآمنين بالصلح في المدن والقرى الواقعة على مسار الجيش. كانت خطة الجيوش الصليبية قوات التحالف الصليبي المكونة من مملكة المجر ومملكة بولينيا والاتحاد الكرواتي المجري والتاج البوهيمي ودوقية لوتينيا الكبرى وإماراتي الإفلاق والبغدان. كانت خطتهم بعد السيطرة على البلقان الهجوم على أديرنا عاصمة الدولة العثمانية في ذلك الوقت. وصلت الأخبار للسلطان محمد الثاني الذي كان حديث السن، فعقد مجلس شورى. أكد للمجلس أنه لا يمتلك الخبرة الكافية للوقوف بوجه هذا الزحف العظيم، وقرر المجلس استدعاء السلطان مراد فورا لاستلام زمام الأمور، وبعث محمد الثاني كتابا لوالده يطلب منه العودة إلى العرش مرة أخرى وقيادة الجيوش بالمعركة، ولكن السلطان مراد الثاني لم يقبل بذلك ورفض قائلا: لقد كان هدفنا من منح السلطنة إلى ابننا محمد هو قضاء ما بقي من عمرنا في الطاعة والعبادة، وعليه أن يحافظ على الدين والدولة بموجب هذا. كان السلطان مراد الثاني لم يتجاوز من العمر 41 عاما، وكان تقيا مخلصا في إسلامه، وعاش حياة مستقيمة وجدية ونزيهة، ولم يتنازع عن العرش بسبب ضعف في شخصيته، بل إنه راح إلى العبادة بعد أن أخضع البلقان كلها إلى حكم الدولة العثمانية، وبعد أن عقد اتفاقية صلح مع الصليبيين. وكان يظن أن اليمين الذي أقسمه ملك المجر فلاديسلاف الثالث على الكتاب المقدس سيلزم الصليبيين بالهدنة وسيمنح الوقت الكافي لولده محمد الثاني ليتشرب الخبرة الكافية لإدارة أمور السلطنة. كتب السلطان محمد لوالده السلطان مراد كتابا جاء فيه: إن كنت سلطانا فظاهر أن عليك محافظة البلاد والعباد، وإن لم تكن سلطانا فيجب عليك طاعة السلطان وامتثال أمره. عندما وصلت الكلمات للسلطان مراد خرج من عزلته وراح إلى قيادة الجيش العثماني بنفسه. قرر السلطان مراد
المسيرة إلى منطقة فارنا الواقعة في بلغاريا على سواحل البحر الأسود، وملاقاة جيوش الأعداء هناك قبل أن تصل الجيوش المتحالفة إلى أديرنا مقصدهم الرئيسي. ووصلت الجيوش العثمانية إلى فارنا قبل وصول الجيوش الصليبية. أمر السلطان مراد بوضع اتفاقية السلام التي نقضها الصليبيون على رمح، وحملت وثيقة المعاهدة وطافوا بها بين صفوف الجنود العثمانيين ليشاهدها الجميع قبل بدء المعركة كدليل على الخيانة، بعد أن أقسم ملكهم على الإنجيل بوقف الحرب مدة 10 سنوات. ثم غرز رمح في الأرض بجانب خيمة السلطان ورفعت عليه المعاهدة التي انتهاكها الصليبيون، وعلقت بحيث يكون نص المعاهدة مواجها لجبهة الحرب. في صباح 10 نوفمبر عام 1444 ميلادي، وبعد أن صلى السلطان مراد ركعتين في ميدان المعركة وقبل بدء المعركة، دعا السلطان بصوت عالي قائلا: إلهي، لا تجعل عبادك المؤمنين في يد الكفار بسبب كثرة الخطايا. إلهي، احفظ أمتك من أجل حرمة حبيبك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يا منصور ويا غالب. بدأ الهجوم في هذه المعركة الجيش العثماني.